مرحبا بقناة هيلثي وذ موناليزا، قناة بتقدم وصفات لوجبات نباتية صحية وبتكون عادة خالية من المواد الحيوانية. للوصفة بنحتاج باذنجان صيني طويل، بصل أخضر، زنجبيل، ثوم، طحين الرز، زيت زيتون، سمسم، صويا صوص، خل تفاح، ملح وشراب القيقب. أول شي بدنا نجهز الباذنجان، بعد ما غسلناه بدنا نقطعه بهالطريقة. بعد ما قطعنا الباذنجان بنحط فوقه معلقتين طعام خل تفاح ومعلقة صغيرة ملح، بنخلطه جيدا وبنخليها على جنب ليطلع المي تبعه. بعدين بنغسل البصل الأخضر وبنقطعه شرائح مثل ما شايفين. بنجهز كمان الثوم، بنطفه بنخليه على جنب. بنقشر شوية زنجبيل وبنخليه على جنب. بنقطع الزنجبيل والثوم مثل ما شايفين. الباذنجان طلع المي تبعه، بنشيل المي منه وبنحاول ننشف قد ما بنقدر المي من الباذنجان بالورق، وبعدين بنضيف عليه طحين الرز مثل ما شايفين. ضفنا معلقتين كبار طحين الرز. اول شي بدنا نجهز الباذنجان، فبشوية زيت زيتون بقلب المقلاية بدنا نقليه من جميع الجهات. هون صار الباذنجان عنا جاهز، بنشيله بنحطه بالصحن. بعد ما خلصنا من الباذنجان بطنجرة بنحط شوية زيت زيتون وبنضيف عليهم البصل الأخضر نص الكمية فقط وبنقليهم شوي. بعدين بنضيف الجنجر كمان بنقليه شوي بالزيت، وأخيرا بنضيف الثوم. بعد ما قلينا سريعا البصل الأخضر والزنجبيل والثوم، بنضيف 4 معالق طعام صويا صوص ومعلقة طعام ميبل سيرب شراب القيقب وبنخلط جيدا. بندوب المتبقي من طحين الرز مع مي، وبعدين بنضيفه فوق الخليط عن طريق مصفاية وبنخلط جيدا. بنضل بنضيف المي لغاية ما بنلاقي القوام يلي بدنا اياه، يلي هي بتكون صوص شوية سميكة وما كتير سائل. بنضيف القليل من الكايان بيبر، هذا اختياري على حسب اذا بدكم الطبخة بتكون شوي حارة ولا لا. ولما
نوصل للقوام يلي بدنا اياه للصلصة بنضيف البتنجان يلي جهزناه وبنخلط جيدا ليتشرب البتنجان النكهات الموجودة بالصلصة. وهون صار طبق البتنجان على الطريقة الصينية جاهز، بنزينه بالقليل من السمسم والمتبقي من البصل الأخضر، وبيكون طبق جانبي للرز. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك للفيديو، وشكراً.